لمزيد من التفاصيل بشأن ملف الانتخابات ودعايتها ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني علي التميمي. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. كيف تتوقع شكل الدعاية الانتخابية إن أجريت هذا العام؟ يعني هنا أتحدث عن مستوى استغلال المال العام أو استثمار النفوذ الحكومي، وأيضا هل تستطيع المفوضية فرض رقابة عملية تمنع المرشحين من خرق القواعد التي وضعتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد قانون مفوضية الانتخابات وضع شروط وقواعد للدعاية الانتخابية تكون بالتنسيق بين مفوضية الانتخابات وأمانة بغداد، أمانة العاصمة والبلديات، وهي الدعاية تبتدئ قبل شهرين وتنتهي قبل يوم من الانتخابات. وهناك شروط طبعا لهذه الدعاية، يجب أن لا تستخدم شعارات الدولة، أماكن الانتخابات، أيضا مؤسسات الدولة. القانون رقم 9 لسنة 20 قانون الانتخابات أوقع عقوبات، هذه العقوبات تتراوح بين شهر إلى سنة، وأيضا غرامات تصل إلى 25 مليون دينار على الكيان وعلى الحزب، وحتى يستبعد الحزب في حالة استغلال ذلك. لكن نلاحظ بعض الأحزاب والكيانات حتى تستخدم الأساليب الطائفية للأسف، وهي تريد أن تعزف على مشروخة الطائفية التي انتهت وانطمرت في العراق ولا يمكن أن تعود من جديد. وطبعا هنا مسؤولية أستاذ علي، مسؤولية المفوضية في الرقابة من خلال الفرق الجوالة، وأيضا حتى يعني الأحزاب والكيانات والأشخاص والمواطنين العاديين في الرقابة. وهناك طبعا يعني مسائل إلكترونية عن طريق الإنترنت، هذه طبعا أيضا الإشاعات يعني تحتاج إلى أن تراقب بالتنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية والقضاء للحد ومتابعة هؤلاء الأشخاص. نعم أستاذ علي، هذا الدعاية، لكن دعنا نتحدث عن موضوع أكثر تفصيل. لا توجد في العراق تشريعات وقوانين تسائل السياسيين عن ما يمتلكونه من موارد ومبالغ تدخل في ماكينة الدعاية. برأيك كيف للمفوضية وبأي أدوات من الممكن أن تفرض الرقابة على الحملات الدعائية؟ نعم طبعا هي أستاذ علي العفو تبدأ الدعاية من المصادقة على الأشخاص والكيانات، يعني ابتدأت هذا عندما نقول صادقة المفوضية يقول ابتدأت الدعاية. هناك أماكن للدعاية، هناك قواعد للدعاية، هناك أساليب للدعاية لا يمكن تجاوزها المفوضية، تقوم بوضع الشروط. لكن من يمتلك المال عليه أن يعني أن يلتزم بقواعد اللعبة، قواعد الدعاية. يعني ما ممكن أنت أن تعطي هذا المال لأشخاص وتوعدهم بإنجازات معينة أو تطلب منهم أو شراء الصوت، هاي كلها مخالفة للقانون. يعني استخدام المال شاهدناه في الانتخابات السابقة والتي قبلها، يعني من إعطاء الهدايا، الوعود، هاي كلها عاقبت عليها المواد 35 34 من قانون رقم 9 لعام 20 قانون الانتخابات التشريعية، وأوقعت عقوبات وغرامات قاسية جدا. لكن نتحدث عن التطبيق وعن هذه الرقابة. يعني مثلا شاهدنا في الانتخابات السابقة الأحزاب، بعض الأحزاب تعطي صور لأطفال يقومون بلصقها فوق ملصقات أشخاص آخرين، أو وضع علامة إكس، أو استخدام شعارات الدولة، أو حتى مركبات الدولة. هذا كله يعني المفوضية أنا برأيي أمام مهمة كبيرة، لكن هي لا تستطيع أن تقوم بكل هذا العمل لوحدها، هي تحتاج إلى أنه يكون هناك بلاغات، يكون هناك متابعة من حتى المشاركين في الانتخابات. وهي شاهدناها في الانتخابات السابقة، هناك يعني من وعد بإعطاء أراضي وأعطى سندات، هذا كله مخالف للقانون، وعقوبات المفروض تكون تفعيلية سريعة في سبيل يعني أن ما الحل برأيك أستاذ علي؟ كيف منع المسؤولين من استخدام هذه النفوذ؟ أنت ذكرت وصل الأمر إلى إعطاء أراضي ووظائف، ما الحل؟
الحل هو الرقابة أستاذنا، لأنه أنت السيطرة على المدن وعلى الشوارع وعلى الأماكن العامة لا يمكن للمفوضية لوحدها عن طريق الفرق الجوالة أن تقوم بذلك، هي تحتاج إلى أن تنسق مع الناس العاديين وتستلم البلاغات، تفتح هواتف، هذه كلها أستاذنا تساعد وتقلل من استغلال هذا النفوذ أو المال العام. وأيضا العقوبات، يعني العقوبات يجب أن تكون قاسية فعالة، يعني ما ممكن أنت حزب يقوم بهذا الفعل ويشارك، أنت كلما استخدمت أهداف العقوبة الجنائية اللي هي الردع، تحقيق العدالة الاجتماعية، هنا عندما تعاقب حزب أو كيان سيردع الآخرين، سيمتنعون. لهذا برأيي المفوضية أمام مهمة كبيرة، وهذه الانتخابات ستختلف عن غيرها. أستاذ العفو، شكرا جزيلا لكم الخبير القانوني علي التميمي، شكرا جزيلا مرة أخرى.